لا يبدو أن أي شيء يلائم مكانه وأفعال الناس عشوائية. كن مستعداً لأي شيء تقريباً. عليك اليوم أن تفعل شيئاً ما لتجعل علاقتك الحالية أفضل. إذا وجدت نفسك تستيقظ على الجانب الخطأ من السرير عدة أيام، فمن المحتمل أن يكون له علاقة برغبة غير واعية لن يتم تحقيقها لفترة طويلة. إحدى الطرق لجلب اللاوعي أكثر إلى حياتنا اليومية الواعية هي الاحتفاظ بمفكرة للأحلام. يستغرق الأمر بضع دقائق فقط. قبل أن ترتدي ملابسك، قبل تناول الإفطار، اقضي بضع دقائق في رسم ما حدث في حلمك. أنت متشكك تلقائياً في فكرة جديدة مشوشة تهبط على مكتبك أو يتم تقديمها لك في اجتماع. غريزتك الأولى هي رفض الخطة دون النظر إليها عن كثب. لا تكن متسرعاً في الحكم. إذا كان بإمكانك البدء في قبول شريكك تماماً كما هو، فأنت تتمتع بفرصة أفضل بكثير للتواصل بشكل أكثر انسجاماً. ستشعر بتحسن حيال نفسك أيضاً. هل لديك برنامج تمارين يومي أو أسبوعي؟ إذا لم يكن لديك، فعليك التفكير بالأمر. تؤثر الطاقة الحيوية التي تستمدها من النشاط البدني المنتظم على مزاجك وقدرتك على التركيز ونظامك الغذائي وحياتك الرومانسية. لذا حافظ على تدفق الدم وستكون شخصاً أكثر سعادة على طول الطريق. مع بدء أسبوع العمل، ستجد أن الوتيرة سريعة وغاضبة. هذا هو نوع البيئة الذي تزدهر فيه، لذا استفد من الطاقة التي تدور حولك. احصل على قهوة إضافية لنفسك. إذا بدأت الأمور في أن تصبح صعبة بعض الشيء في علاقاتك، فإنك تميل إلى التغاضي عن الصعوبات والتركيز بشكل متزايد على التفاهات. قد تؤدي محاذاة الكواكب اليوم إلى إلقاء الضوء على بعض القضايا، ولكن الخبر السار هو أنك وشريكك سترغبان في فعل شيء حيالهما وإجراء بعض التغييرات الإيجابية للغاية التي ستقربكما من بعض. حافظ على نظام غذائي معتدل. استمر ببرنامج التمرين المعتاد، وقبل كل شيء اجعل جدول نومك منتظماً وممتعاً قدر الإمكان. من المحتمل أن يحاول شخص ما تعليمك حيلة جديدة اليوم، لكنه قد لا يكون ناجحاً للغاية. ابذل قصارى جهدك لتحافظ على ذهن متفتح. يشجع التكوين النجمي الحالي بعض المشاعر العاطفية للغاية على الظهور فيما يتعلق بشخص كنت تعرفه من قبل. أنت لست شخصاً يأخذ العقبات كسبب للتراجع أو الاستسلام، لكن من المهم أن تعرف متى تتعامل مع ضغوط شديدة حتى تتمكن من منح نفسك القليل من الراحة عند الحاجة. ضع في اعتبارك أن تمنح نفسك تدليكاً كعلاج خاص. شخص لديه إرادة وقناعة قوية مثل إرادتك يعترض طريقك ويجعل من الصعب عليك المضي قدما. ربما يجب أن تأخذ على محمل الجد ما يقوله هذا الشخص بدلا من منعه تلقائيا من دخول نفسك. تشجعك حركة الكواكب على مناقشة القضايا الصعبة حيث سيتم حلها بنجاح. مهما كانت خطتك، كن صارماً في الحفاظ على تمارينك اليومية واتباع نظام غذائي متوازن والراحة والاسترخاء في جميع الأوقات، حتى في تلك الأوقات الأكثر ازدحاماً. الخطة الرائعة التي استحضرتها خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي كنت تأمل في تنفيذها هذا الصباح قد تم إسقاطها من خلال أحداث غير متوقعة لم تكن قد أخذتها في الاعتبار. لا تلوم نفسك، جاءت هذه الأحداث من فراغ.
بدلا من قضاء وقتك في التفكير في مدى روعة أن يكون لديك شريك رومانسي دافئ ومهتم، سيكون من الأفضل لك الخروج والمشاركة في بعض الأنشطة الجماعية أو إشراك نفسك في مشهد اجتماعي أكثر تنوع. إذا أدركت أن هناك شيئاً ما أو شخصاً ما تحتاج إلى التخلي عنه في هذا الوقت، فلماذا لا تنشئ نوعاً من الطقوس التي ستمنحك الإغلاق الضروري الذي تحتاجه؟ عزز روحانياتك عندما تشعر بأنك منفتح عليها. أخبر الجميع بأخبارك المهمة بدلاً من محاولة إخفائها. في النهاية سوف تتسرب المعلومات، لذلك أعلنها بدلاً من محاولة إبقائها طي الكتمان. سوف تبدو أنت أجدر بالثقة. يشجعك موقع الكواكب على أن تكون أكثر عفوية في حياتك العاطفية وأقل قلقاً بشأن ما قد يفكر فيه الآخرون. قد يكون هناك شخص تنجذب إليه بشكل خاص، تعتقد أن أصدقائك وعائلتك قد لا يوافقون عليه، أو ربما ليس لطيفاً بما فيه الكفاية. إذا كان قلبك يخبرك أن تفعل ذلك، فلماذا التراجع؟ تشعر بانغلاق بسيط في الآونة الأخيرة عاطفياً أو جسدياً. قد يكون لهذا علاقة بفترة التوتر التي تمر بها، حيث تميل الأشياء إلى الاختناق قليلاً. حافظ على جميع القنوات مفتوحة مع كثير من الماء والخضروات الطازجة، وعلى الأقل عدد قليل من دروس اليوغا الافتراضية أو أي تمرين يخفف التوتر بشكل أفضل. المعلومات التي تأتي في طريقك لا ترضيك، لكن هذا لا يعني أنه عليك أن تتخبط بشأنها لبقية يوم العمل. بدلاً من ذلك يجب أن تكون أكثر انفتاحاً وقبولاً. ادمج هذه الأفكار الجديدة بدلاً من رفضها. ربما تكون عازماً على الانتظار حتى يجتاز شخص معين جميع اختبارات الحب الخاصة بك قبل السماح له بالدخول في مشاعرك الأعمق. ومع ذلك فإن المناخ الكوني اليوم يشجعك على التوقف عن التلاعب تماماً والسماح له بالاستفادة من الشك، سيؤدي ذلك إلى تقريبكما من بعضكما البعض. الجسم عبارة عن كتلة من الطين، تذكر أنك الفنان الذي يصيغها، وامنح نفسك الكثير من الحب والتشجيع. سوف تتعاون مع عمال مستقلين آخرين وتشارك خبراتك. لقد كان كل منكم يعمل على مشاريع منفصلة خاصة به، ولكنك الآن بحاجة إلى مشاركة تقدمكم مع بعضكم البعض وتقديم ما تعلمتموه وطورتموه. تشعر اليوم بأنك على قمة العالم، وقد يكون لهذا تأثير عميق فيما يتعلق بحياتك العاطفية. إذا كنت في علاقة دائمة فهذا سيمنحك الدفعة التي تحتاجها. إذا كنت تبحث عن الحب فقد تجده في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء المشاركة في الأنشطة الخارجية. قد تشعر بالضيق أو المزاج السيء بشكل غير عادي خلال هذا الوقت. أحد العلاجات العشبية المفيدة لهذا الشعور هو شاي البابونج. يعرف البابونج باسم علاج الأطفال لأنه يهدئ الطفل ويعيد التوازن بعد الحمى. يمكنك شرب الشاي أو وضع أكياس الشاي في حمامك. يتطلع الآخرون إليك ويحترمون أفكارك. خذ زمام المبادرة في المشاريع أو خلال الاجتماعات الافتراضية. أفكارك ستحظى بتأييد من حولك. يجلب التكوين الكوكبي أشعة الشمس إلى حياتك العاطفية ويؤكد لك أن كل شيء على ما يرام بينك وبين الشريك. اقترح على شريكك الخروج إلى مكان ممتع لمجرد الحصول على بعض المرح. ستلهمك محاذاة الكواكب اليوم لتشعر بشغف أكبر تجاه الأشياء اليومية، ولكن تذكر ما زلت بحاجة إلى الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل وممارسة قدر مناسب من التمارين كل يوم مع الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن. تتشكل فكرة مهمة. أنت في المراحل الأولى لأخذ فكرة ما وتحويلها إلى حقيقة.
لا تدع الخوف من الفشل يتغلب عليك خلال هذا الوقت، فسوف تنجح. أظهر حماسك لمن تحب اليوم. تشجعك محاذاة الكواكب الحالية على مشاركة مشاعرك الحقيقية وعدم الاختباء خلف جو من السخرية اللامبالية. يجب أن تلتزم بنظامك البدني هذا الأسبوع لتجنب أي شكل من أشكال الإحباط. لا تشعر بالقلق تجاه نفسك من خلال التفكير في أن عملك ليس مهماً أو ذا معنى. إن عملك الشاق يحدث فرقاً كبيراً للأشخاص المحيطين بك، لذا مارس عملك بكل فخر. يجلب التكوين الكوكبي اليوم توقعات عالية لقضاء ليلة رائعة مع شخص رائع إلى حد ما. من المهم أن تواظب على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي اليوم.